اليوم ما عملش حاجه دول نفسه من البلاوي ما عملش حاجه مش في اي حاجه في ايه فيه خليهم يطيروا زي الحمام وين الاقتصاد تعبان تعبان مش جديد تعبان يضحكوا عليه اعمل ايه طيب اقول لك الصح يا ريت قول لا تحت قول رايك تحت اهلا بيك فاهم انا ليه اتخذنا مرسي قلت لما نقول نعم الدنيا هتمشي اتخذنا مرسي هتمشي مرسي كان الرئيس بقى كان عاوز الاستقرار ايه يا بيه وفين الاستقرار مفيش اي حاجه في البلد مستشفى زي المستشفى مش عارف ليه مستشفى هو ده اللي حصل بالبلد وبعدين الدنيا نشفت ازاي يعني مش عارف ليه عملنا ثوره الثوره جاب اللي معاه فلوس بقى معاه فلوس تاني ودي عندي احتال اخر كلامي بس المصر